طبعا وصلنا للفقرة التانية، موضوع مهم جدا لكل اللي بيتابعونا في النص الحلو وخصوصا الستات، ازاي تعرفي مفاتيح قلب وعقل جوزك. ده هنعرفه وهنكمله النهارده مع كابتن عمرو جرانه خبير علم الفراسه اللي مشرفنا في الاستوديو. ازيك يا كابتن عمرو؟ اهلا يا فندم. ابتدينا الحلقه اللي فاتت مفاتيح قلب وعقل الراجل. ايوه. وقلت لنا اول حاجه ان هو تبقى الست شبيهه امه، ان الراجل بيحب ينمزج امه. وتخلي بالنا كويس قوي 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 البنت، ان هي لو بيحب امه هتبقى مطلوب من هي ان هي تنمزج اكبر قدر ممكن منها. المادموزيل قالت ولو كانت امه وحشه يبقى ما تحاولش. وبعد كده دخلنا في اسئله ثانيه، بس انا ممكن اطلب منكم طلب استثنائي. اتفضل. انا كنت قاعد بتفرج على الفقره اللي فاتت وكتبت هنا بعض الكلمات اللي قالوها في المكالمه الاولى والمكالمه الثانيه. المكالمة الأولى بتقول هي مكرهاهم في أبوهم. طيب أنا هقول لكم حاجة جميلة قوي. عارفين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر بيبقى جهاز كمبيوتر بينزل عليه برامج. البرنامج أنا عن نفسي مش عارفة يا كابتن. طيب لو إحنا قلنا مثلا برنامج الوورد، المايكروسوفت أوفيس وورد مش موجود على الكمبيوتر بتاعك، وأنا اديت لك برنامج بالوورد، الكمبيوتر بتاعك مش هيشوفه، هيقول لك والله في داتا هنا لكن أنا مش عارفة أراها. وكذلك الطفل، خلي الأم أو خلي الأب يكره زي ما هو عايز يكره في الطرف الآخر. طول ما الطفل طفل، السوفت وير بتاعه طفولي ولا رجولي ولا أنوسي؟ طفولي، هيصدق الكلام اللي بيتقاله، وهتفضل الأحداث والخناقات والمشاكل والإساءة. يعني الطفل زي الكمبيوتر، زي الكمبيوتر، زي ما قلت لك أنا على أساس مش عارفة الكمبيوتر يعني كده. بهزر معاك. تمام. فنروح مغيرين له الإيه؟ السوفت وير. لما يكبر الطفل ويتغير له السوفت وير، يا هيتحط مكانه السوفت وير الانوثه يا هيتحط مكانه السوفت وير الرجوله. ساعتها يا ايها الطرف العابث، يا ايها الطرف اللي بتكره الطفل في الاب الثاني، استنى لان الدنيا هتتقلب على دماغك انت. ليه؟ لان انا كطفل النهارده لما اكبر وافتكر الاحداث اللي كانت بابا بيعملها او ماما بتعملها واشوف ماما كانت بتقول ايه، النهارده هقيم بعقليه الراجل او بعقليه الانثى. ساعتها هبدأ اشير باصابع الاتهام الى امي او الى ابويا، انت اللي كنت وحشه او انت اللي كنت وحش وكمان كنت بتكرهني في الطرف الكويس. فلكل ام ولكل اب ولكل حما ما تتضايقوش وما تقلقوش من هذا المنظر. هي المشكله بس ان حته بقى عند الست هنا بقى، حته كان الولاد كبار في الجامعه. هنا بقى الحته السلبيه اللي معلش ممكن ازعل بيها المشاهده وانا مش جاي اطبطب على حد. طالما العيال كبار وبيتعاملوا مع الاب بنفس الطريقه لحد النهارده، يبقى اذا الاب فعلا عنده مشكله. حضرتك قلتي ده بيصرف وبيعمل وبيسوي. يا فندم الحياه مش فلوس. لا يا فندم الحياه مش الحنيه فلوس. فين الاب؟ انت جاي تشتغل. هو الاب اساس قبل الفلوس وقبل اي حاجه. بالظبط. الاب يعني حنيته، دخوله على البيت، ابنه، كل حاجه. يعني انسى بجد زي ما قلت انت، مش موضوع فلوس. بالظبط. يكفي مش شرط انه يقعد ماشي حسن. يعني ممكن بصي انا عن نفسي مهما كانت الظروف، مهما كانت هي، لكن ابنك زي ما بيقولوا امك ثم امك، ماشي، ده ابنك ثم ابنك. بالظبط. يعني مفيش انه انت تقول انا ظروفي ما تسمحش او 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 لا. بالظبط. يبقى الست اللي اتكلمت ولاده بيعملوه وحش لحد النهارده، يبقى اذا فعلا روحي يا حاجه شوفي ابنك بيعمل ايه. طيب معلش اقول حاجه ثانيه. القانون، حضرتك سالتي سؤال ذكي جدا كتب على الشاشه، اسمحوا لي انا اجاوب عليه باعتباري مشاهد كنت قاعد بره. القانون في مصلحه الزوجه ولا في مصلحه الراجل؟ القانون علنا في مصلحه الزوجه، نيته تبقى في مصلحه الزوجه، ولكن التطبيق الفعلي تعطيلات بيروقراطيه بقى. عارفه اسلحه 48 الفاسده؟ القانون انا بشبهه اللي هو يتضرب بالعكس، بقنبله واقفه في ايد الست تشد وتنفجر في نفسها. لان دلوقتي يا فندم كل اللي وقع في دون الاب او الزوج اللي ناوي يطلق دلوقتي بيتبنى كرايتيريا فلاش باك. يعني انا خلاص خدت القرار ان انا اطلقك، بس مش هطلقك دلوقتي، انا قبل ما اطلقك اكون جهزت لك الورق بتاعك بحيث ان كل خطوه يعملها المحامي بتاعك اكون مفجر قنبله في وشك. وفي الاخر بترسل الموضوع على ايه؟ على ان إيه؟ بتبقى الزوجه هي اللي بتضرب راسها في الحيطه. وخلي القانون ينفعك. طيب طبعا احنا مش حابين نوصل للمرحله دي يا كابتن عمرو. انا بس عايزه اقول لك احنا في الحلقه اللي فاتت طبعا اتكلمنا عن موضوع عايزين نتكلم فيه دلوقتي. تمام. انت قلت انه الستات او الرجاله بصفه عامه الحنينه بتحب تميل للستات المطلقه. لا انا قلت لحضرتك ان الست المطلقه مطلقه بتحب الراجل الحنين، الحنين او مواصفات الراجل طبع. الحنين بتبقى فتى احلام المطلقات وليس فتى احلام البنات. ليه؟
لان البنت في دماغها فارس الاحلام اللي هي خدني على الحصان الابيض. عاده بيبقى المواصفات بتاعته نجوميه، يعني بتبقى تقول لك انا عايزاه زي احمد زكي، انا عايزاه زي مش عارف عمرو واكد، عاملاه زي المواصفات دي بتبقى الشاب ده زي احمد السيد. مين احمد السيد ده؟ المخرج. ما اعرف ليه بخليها كده مثلا يعني. لكن الشاب ده بيعمل فيها ايه بقى؟ بيعذبها جدا قبل فتره الارتباط، فبيخليها تحس ان هي مش مستقره. والست لو حست ان هي مش فاهمه الراجل اللي قدامها، مش قادره تتحكم فيه، فبيبقى بالنسبه لها الفارس اللي هي عايزه تجري وراه. وكذلك الراجل بالنسبه للبنت، كلما كانت البنت صعبه، ده مفتاح من شخصيته اكتبه ورايا. لو كلما كانت البنت صعبه الوصول اليها، يعني زي ما بيقولوا انتوا عندكم في سوريا بترميه بنظره من العالي، زي الموضوع اللي قلته لي قبل المره اللي فاتت. أيوة، وانا حد عندك بيتعلق اكتر. انت ساعه ما حطيتي رجل على رجل، انت عندك الموهبه دي، طبيعتك انك انت اي راجل او اي ذكر يخش في حياتك بتعذبيه، فبالتالي دايما بيجري وراك، ما بيعرفش انت عايزاه ولا مش عايزاه. انت كده طفشتهم بقى، ما فيش حد حاجه. بالعكس بالعكس، ده كده هو من مفتاح شخصيه الراجل. بص بقى عندك المفتاح ده اكتبيه، من مفتاح شخصيه الراجل على راي المسرحيه زمان واحنا صغيرين، اكتبيها يمكن تنفع. ثواني اكتب ايه؟ من مفاتيح شخصيه الراجل انه يسعى الى الانثى الصعبه. عشان كده دايما انت شايفني انا صعب، انت بطبيعتك صعب. طبيعتي صعب. لكن لو بعت مفاتيحك ب 25 جنيه بس اخليكي سهل بجد على طول. ولا ممكن ابيع مفاتيحي يا كابتن. طب ده المفتاح الثاني يا كابتن عمرو. هنا بقى ازاي نفعل، استني بس لسه هنكمل. طب ازاي البنت تطبق الكلام ده؟ لكل مشاهداتك ومشاهداتنا، اوعي تخلي الراجل مرتاح. يعني يجي يقول لك انا بحبك يا رشا، تقولي له انا لسه مش عارف اذا كنت بحبك ولا ما بحبكش، الزمن هيثبت اذا كنت انا بحبك ولا ما بحبكش. لو عرف، لو ارتاح، هيقول لك نيكست اللي بعده، نخش على مروه بقى. خلاص خلصنا من رشا، نخش على مروه، نخش على مروه. تمام. طيب خلوا بالكم، اوعوا تخلي الراجل ده اللي هو ايه، جوزك في البيت، لا ده خطيبك، لكن مع جوزك بقى العكس على طول. كلما شعر الرجل بالامان من عند مراته في البيت، وشعر بالحنان، وهناك فرق ما بين الحنان والامان. ايه هو الحنان؟ هو العطاء بدون مقابل، زي الام اللي بترضع ابنها. لما ام بترضع ابنها بتقول له هات مقابل الرضاعه؟ طبعا لا. لا طبعا. لما ام بترضع ابنها وابنها بيعضها، هل بتقول اي وتضربه؟ طبعا ولا لا. بتقول اي وتنقله الناحيه على التانية؟ على قلبها زي العسل. على قلبها زي العسل. ولا بتقول اي وتنقله الناحيه الثانيه؟ لا. طب لا. والوجع اللي هو جالها ده؟ بس مش كل بتكتمه في قلبها. مش كل الامهات. هنا بقى الامهات الحنينات اللي بترضع اولادها حب وحنان ورضاعه طبيعيه، لما الولد بيكبر بيبقى تحت رجل امه. صح؟ وكذلك الزوجه من زرع الذكيه، من زرع حصد. ايوه. اللي تعامل ابن اتعامل جوزها من مفتاح ان هي امه، ولو زعلها قل ادبه، ما تقولوش كرامتي، تقول له ده انت زي ابني، انت غلطت فيا لكن انا هحتضنك زي ابني، هيبقى بعد شويه يقول لك لا يمكن اغير الست دي وهبقى تحت رجلها. ده لا مش كلام نظري، ده كلام انا بعمله يوميا مع مشاهداتي. ربنا يخلينا امهاتنا يا رب. ربنا يخليك يا فندم. طب ايه المفتاح اللي بعد كده يا كابتن عمرو؟ في مفتاح تاني حضرتك سالتيني عليه بره، فانا كتبته هنا بسرعه في الورقه. ثواني دلوقتي عرفت، عشان كده هتقولوا لي انت اول واحده وانتم قاعدين في هناك. احنا كنا قاعدين. ماليش حظ معاك. انا دايما بسلم عليك هنا. ازاي؟ طب عشان وانا استغربت يعني ليه سلمت عليا وهم لا؟ عشان خاطر سلمت عليهم وقعدنا نرغي. وانتم ثلاثه كنتوا قبل. ماشي يا دكتور، خلاص يا كابتن. حضرتك سالتيني سؤال، ليه دايما الراجل بيوصف مراته بالرغايه او الثرثاره؟ فانا قلت لحضرتك لا، في فرق ما بين الرغايه والثرثاره. بعد كده حضرتك مشيت، كان قال لك فاضل خمس دقائق. الراجل يا فندم من مفاتيح شخصيته انه بيحب المختصرات والفلاش باك. بيحب ايه؟ المختصرات والفلاش باك. الست عكس الراجل، تحب دايما الديتيلز وتقعد تحكي في الديتيلز. بمعنى افرضي مثلا انك انت عندك مشكله يا فندم عايزه تحكيها لجوزك، تجيبي له فلاش باك. يا حبيبي النهارده حصلت مشكله، العربيه عملت بيها حادثه وصلحتها وهي امان تحت باب البيت الحمد لله. ابننا وقع على السلم اتعور وديته المستشفى وبقى زي الفل، قاعد جوه بيلعب وتنطط زي القرود اهو. يبقى كده المختصرات والايه؟ والفلاش باك. ساعتها هيبدا يقول لك طب وايه اللي حصل؟ قولي لي التفاصيل. لما هو يطلب منك التفاصيل تحكي وتستفيدي بقى. واحده تانية تيجي تقول له والله يا محمد انا حصلت النهارده مشكله، العربيه حصل فيها مشكله،
ايه حصل ايه؟ وانا نازله من على السلم قابلت سهى جارتنا، وسهى جارتنا وانا نازله بستني فتحت الباب ورايت بنت الاستاذ محمد. ها العربيه حصل فيها ايه؟ انت بتزعق لي ليه يا محمد؟ حرام عليك اديني فلوس، وتبدا تخش في مشكله ثانيه. فبتلاقيه بيزعق وبعد كده تلاقيه بيتجنن لانه عايز يعرف ايه اللي حصل. بس يمكن مشكله الستات هيك، ممكن الست اللي فاضيه مش بتشتغل عندها وقت. ده طبع الست. انا هنا بديكي ايه بقى؟ مش بقول لك امشي بطبعك، انا بديكي بمشيكي عكس طبعك، بقول لك قولي له القصة فلاش باك مختصر وسيبيه هو هيقول لك بعد كده هيرتاح. تعملوا بس يا كابتن يعني. لا مش الاكسايتنج، ما تعملوش ده، انا بقول لك ضد الاكسايتنج. لا مش عايز يسمع دلوقتي. الراجل مش زي الست، عايز معلومة. الراجل عايز الست هي اللي بتحب تسمع، تسمع وتعرف كل صغيرة وكبيرة وكذا. بالظبط. خلصت على ايه؟ القصة الحلقة اللي بتقولها دي خلصت على ايه؟ خلصت على كذا، عايزة تحكي باحكي بقى. بس في الاخر يكون هو ارتاح، ان هو قاعد مشدود مستني النتيجه وانت عماله تحكي. بيموتوا في النمي يعني والحاجات دي، الحواديت. الحواديت الراجل، مش كل الرجاله، عدد قليل جدا من الرجاله اللي ممكن يتكوب معاكي في الحواديت. طيب ومعظم الستات تحب جدا الحواديت، يبقى دي الست الرغاية. طب مين هي الست الثرثاره؟ الست الثرثاره دي اللي هي شي داز نوت جيت انتو ذا بوينت، بمعنى تحكي تلف وتدور ما توصلش اللي هي عايزاه. انا عايز اقول لك بقى ان انا النهارده لما دخلت النهارده الصبح قابلت الشيف بره فسلمت عليه، وانا بسلم عليه لقيت الاستاذ محمود، رحت مسلم على الاستاذ محمود. الاستاذ محمود بقى راح قايل لي ايه؟ حلو قوي قوي يا كابتن عمرو العربيه اللي انت راكبها. يعني قلبي العربيه دي كنت راكبها من معرض مين؟ الاقي نفسي من الشيف لمحمود للعربيه للدكتور طب انت اصلا كنت بتتكلم في ايه؟ انت عايزه تقولي ايه اصلا؟ انا كنت بقول لكم ان الحلقه الساعه 5:30 أصلاً. بس احنا بعد ساعتين اكتشفنا ان احنا في موضوع تاني. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ دي الست الثرثاره. يبقى الست الثرثاره دي بيكرهها الراجل ليه؟ ما بيفهمش منها انت عايزه. لا وغير كده بتتكلم بسرعه يعني. لا مش شرط صح؟ ده في بعض الثرثارات تتكلم. طب يا كابتن، يا كابتن احنا هنطلع شويه على الموضوع ده يعني. طب ايه رايك بالراجل ماشي قبل الجواز؟ يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده او لا. الراجل قبل الجواز بيكون يا حبيبتي وانا بحبك وبموت فيكي وهديه رايحه وهديه جايه وسفر وكل حاجه بتتمناها البنت ماشي. بعد كده بقى ندخل على الخطوبه، يبتدي الموضوع شويه يرخ، فاهم؟ تبتدي الهدايا اللي كانت قد كده تبتدي تصير قد كده. ندخل على الجواز بعد شهر شهرين خلاص، ولا شفنا حاجه ولا رينا حاجه، ويصير الجوز يقلب لا بطل حبيبتي ولا بطل يا روحي ولا بطل هديه ولا بطل حاجه. فايه رايك بالراجل ده؟ ده راجل طبيعي، ده الراجل المطلوب. ده الطبيعي. طبعا هو ده الطبيعي يا ليلى. طبيعي ايه يا دكتور؟ انا اسفه يا كابتن. هو ده الطبيعي. طبيعي ايه يا كابتن؟ حرام عليك. صدقتهم يا دكتور. كابتن عمرو انت عملت صوت للمشاهدات مش لينا احنا بس. انا برفع شعار، انا مش جايه، مش جايه اساعدكم. انا جايه اقول لكم الحقيقه علشان تعرفوا. طب ماشي، طب ماشي، طب ماشي. ما هو من هو من الاول، كل من الاول كده يا تكون. ما ينفعش. ما هو دخل الدخله القويه دي ليه؟ اللي هو دي طبيعي ليه بقى؟ في حاجه اسمها كيمياء. حتى انا حكيت لكم الحلقه، حكيت لسه فاكر الحلقه الاولانيه، ده اللقاء الثالث مع حضراتكم. ده الشيف في قمه السعاده. مبسوط تخيل. قصدي فعلا زي ما قال الدكتور. لا لا دكتور. أيوة لا راجل. الشيف بيهب عليها بالاكل. اكله بقى باليه من هنا. لا لا مش عارف ايه. الشيف راجل، وتحليل شخصيته انه راجل واضح وصريح وما بيجاملش، فهو عارف ان انا اللي بقوله ده موجود فيا وموجود فيه وموجود في بهبهاتكم وموجود في جوازكم وموجود في اولادكم كلهم. الله يطمنك يا كابتن. ايه بقى ليه في الاول بيبقى دايما بيتبنى الحب وبيتبنى كلمات الحب؟ عشان خاطر هرمون التستوستيرون والدوبامين. طب ايه ذنب الست اللي بتتعود على الكلام ده؟ مفتاح الست ودانها. ودائما ابدا الست محتاجه انك انت تفتحي وداني الفيل دي كلها وتقعد تقولي فيها حب، تقولي حب، تقولي حب. ده عكس طبيعه الراجل. مين الراجل اللي بيعرف تساتسفاي كميه الكلام الحلو ده؟ الدنجوان كازانوفا. طب هو الدنجوان كازانوفا ده بيبقى بتاع بيت ولا بيبقى بتاع ستات؟ بيبقى بتاع ايه يا فندم؟ الدنجوان كازانوفا ده بيبقى بتاع بيته؟ لا طبعا بتاع ستات. حلو قوي. يعني انت لو كازانوفا، كازانوفا اللي بيغنوا له على طول، اللي بيقعد يقول كلام حب كتير. صح. اول ما تلاقي ان جوزك، خلي بالكوا بقى يا مشاهدات النص، خلي بالكوا بقى يا النص الحلو. لما تلاقوا ان جوزك في البيت راجل عمال يتبنى سياسه الكلام الحلو والكلام الحلو والكلام الحلو والكلام الحلو، معناه جاي من وراها مصيبه. على طول ان هو بيعمل اضعاف ده بره. بالظبط، برافو عليك. طب يا كابتن انا بدي اقول لك شيء. اليوم كان معانا خبر، انا موافقتك يعني، بس كان معانا خبر في واحد هادي مراته
56,000 فستان ب 55 سنه زواج. لا 55,000 فستان في ست فساتين. فساتين لبس فستان. فستان 55 روبه يعني روب عاتي جايب برشا روب للست بتاعته. قديش انا قاعد في جامعه الدول العربيه باش تعرف لما قلت يا كابتن لازم تعرف اللغات الكل، لغه سوريا وتونس ومصر. لا هو حافظ مصر طبعا. مصر لا ما انا اتعود حافظ اللغه المصري. اعرف اتكلم اسمع اللهجه التونسيه افهمها. يعني انت تعرف تتكلم تونسي؟ جو نو سي با ما اعرفش. ابو خلاص لا بروشين فوا ان شاء الله تعلمك تونسي تري تري بيان. جو فيزي جو فيزي. طب كابتن بدنا نشكرك كثير. خلص والله الوقت معاك بمره بسرعه. بس حكايه الفستان دي 56,000 55,000 فستان هديه في 56 سنه جواز. طب ده جميل قوي. في الاخر طلع ايه بقى؟ لا طلع هو دي هدايا هو جايبها لها لدرجه ان انا قلت لهم انا عيد ميلادي قرب لو اي حد عايز يهديني هديه فساتين بقى. بيفكرني بفيلم قصائص العشاء ده هنسميه فساتين العاشق. طيب كابتن عمرو ميرسي كتير انك كنت معنا. احنا شوي اتكلمنا في الموضوع اللي كان قبلنا فعشان كده الوقت مرق بسرعه. ده جميل. وده ميرسي لك طبعا. هتكون معنا بحلقات تانية ونكتشف اكتر مفاتيح الرجل وبعدين مفاتيح الست ممكن نحكي فيها كمان. ست مفتاحها الوحيد بيبقى مع الراجل اللي معاها. اوكي. كل ست ليها مفتاح مختلف عن التاني للاسف الشديد، لان لو الست ليها مفاتيح ثابته كنا فتحنا كل الستات في دماغهم وكانت تبقى مشكله. الست مصانه. طيب هذا كلام جميل. هنحكي اكتر بالحلقات الجايه مشاهدينا. هنطلع فاصل ونرجع للشيف احمد المغازي ونشوف السفره العظيمه اليوم كيف شكلها وشو صار فيها. خليكم معنا. يلا.